تحياتي. اليوم احنا موجودين بقرية الفرديسي، قرية الفرديسي العامرة بأهلها. هاي القرية اللي استوعبت واحتضنت الآلاف من القرى المهجرة من قرى الكرمل وقرى الساحل. بدنا نعمل جولة في قرية الفرديس. الفلسطيني حي الأحرار الشعب الفلسطيني الشعب الجبار حي الفلسطيني حي الأحرار الشعب الفلسطيني الشعب الجبار الله الله عليهم عبد تحياتي عم أبو يوسف عبد الرحمن مراني حياك الله ابن الفرديس نعم. ابن هاي القرية الجميلة اللي تقع شرقي البحر وما أجمل هالبلد الفرديس منين إجا البلد اسم البلد البلد اسمها الفرديس وهي تبعا لكلمة فردوس فردوس يعني الجنة الجنة وهي حقيقة قطعة من الجنة يعني في هذا الموقع الرائع احنا بنشوف يعني البحر أمامنا السهول أمامنا الجبال من الناحية الشرقية من البلد فهي تقع في هذه التضاريس وعلى قمة جبل يعني على سفوح جبال الكرمل ما أجمله من موقع عمليا يعني على القسم الجنوبي من جبل الكرمل نعم وحواليها القرى الكثيرة عدلنا القرى اللي كانت حوالي الفرديس نعم حتى عام 1948 كانت عدة قرى تحيط بقرية الفرديس خاصة من الناحية الشمالية يعني مثل من الناحية الغربية في عندنا قرية طنطورة بداية هاي طنطورة بحر الطنطورة أمامنا واضح بحر الطنطورة مش البحر الأبيض المتوسط نعم هذا الجزء المحاذي لقرية الطنطورة كانوا يسموه بحر الطنطورة نعم شمالا في عندنا كرة مثل عين غزال عندنا إجزم عندنا جبع عندنا صرفاند عندنا عين حوض من الناحية الجنوبية في عنا زمارين اللي كانت بالأصل كانت عبارة عن بيوت عربية يعني فيما بعد يعني صارت مستوطنة زخرون يعقوب نعم سهلي جميل ايش بزرع اهل الفرديسي البلد اليوم تعداد سكانها 15000 نسمه مجمع سكاني كبير جدا وبرغم عدد السكان الكبير الا انه مسطح البلد من ناحيه جغرافيه يعني صغير يعني يكاد لا يتسع لل 15000 وفي عندهم ضائقه سكنيه من الناحية الغربية من البلد من غربي الشارع رقم 4 في عنا سهل اللي مساحته 1500 دونم بداية الطريق يعني قبل سنوات كان أهل البلد بأغلبيتهم اللي بيمتلكوا أراضي زراعية في سهل البلد كانوا بيفلحوها وبيعتمدوا في معيشتهم على الزراعة وقسم منهم مستقلين يعني أصحاب حرف متعددة ولكن بأغلبية الناس كانت تعتمد على السهل يزرعوا مزروعات مختلفة بلدنا كانت مشهورة جدا بكروم العنب فكانوا الناس نعم هي هاي المنطقة هاي يعني نعم هاي السهول يعني إلها ميزة خاصة في ورق العنب يعني حتى لحد اليوم بيجوا الناس بيسألوا عن ورق العنب من الفرديس عشان يلفوا نعم يعني مش بس انت عم تحكي لي بتقول لي انه عم بيجوا ورق العنب لا احيانا انا باش عشان اشتري كمان سمك نعم صحيح قسم عندنا في عندنا حوالي 15 عائله لحد اليوم يعني ورثوا مهنه صيد الاسماك عن الاجداد وعن الاباء واليوم الاحفاد يعني بصيدوا الاسماك يعني للزائر لشاطئ الطنطوره
لحد اليوم بتشوف قوارب الصيادين موجودة على شط الطنطورة. هاي القوارب تابعة للصيادين تعوت أهل الفرديس، اللي قسم منهم بالأصل أهلهم كانوا من الطنطورة المهجرة اللي هاجروا إلى الفرديس، والفرديس احتضنتهم، فبعدهم بيعتمدوا في معيشتهم على صيد السمك. مع كل التضييقات اللي بتصير في الفترة الأخيرة على الصيادين من ناحية قوانين الصيد ومنعهم من يعني التعمق في البحر وشغلات من هذا النوع، إلا أنه يعني بعدهم بيعتمدوا على صيد الأسماك. قديش كان عدد السكان ب 48 قليل؟ صحيح. عندك إجزم كان حوالي 3000 نسمة، يعني من أكبر القرى اللي كانت موجودة في المنطقة قرية إجزم. في بيوم وليلة ب 48 قرية صارت عدم، يعني ولا واحد من أهلها أبقوه. زي ما بنعرف إحنا بالتاريخ حوالي 530 قرية وأكثر اللي أهلها في 48 تهجروا، إما للداخل يعني في قرى قريبة اللي احتضنت الاهالي المهجرين، واما زي اي بلاد. احنا مثلا عن بلدنا الفرديس في عنا من الطنطوره في عنا تهجروا بالضبط، احتضنت اهل الطنطوره واحتضنت اهل عين غزال واحتضنت اهل اجزم واحتضنت اهل عين حوض وجبع. كل هاي القرى اللي كانت مجاورة لنا واللي أخرج أهلها في عام 1948 كل بأغلبهم لجأوا للفرديس، وقسم منهم طبعا طلع هاجر للدول العربية المحاذية وللضفة الغربية. نعم برضو قسم منهم توجه لدالية الكرمل للقرى المجاورة، يعني الدالية وعسفيا وسكنوا هنا. نعم وسكنوا هنا. نعم. العائلات ايش العائلات؟ العائلات الكبيرة هم اصل البلد، عائلة برية، عائلات برية، عائلة خليل، عائلة مرعي طبعا من العائلات الاصلية والكبيرة، من اكبر عائلة اليوم موجودة في البلد. اللي اجوا عمليا وسكنوا في البلد. نعم في البداية. نعم هم اصل البلد، يعني هاي العائلات الكبيرة، وطبعا العائلات تجوزت من عائلات ثانية واللي لجأوا لبلدنا برضه وسكنوا فيها في عام 1948 برضو أخذوا حيز، يعني لأنه مش أعداد قليلة، يعني اللي أجوا عنا كلاجئين بين قوسين بين هلالين يعني هم بالآلاف يعني، والحمد لله يعني اليوم هم من أهل البلد، يعني هذا مصطلح إنهم لاجئين إحنا بدنا ننساه، يعني على أساس اندمجوا وصاروا يعني جزء لا يتجزأ من أهل بلدنا يعني. نعم. هني بالأساس أهل كمان. نعم. طبعاً ما بتقدر أنت تقول والله هذا صحيح. لاجئ أو كذا، لا هو هذا ابن البلد. صحيح. إن كان من أي عائلة من العائلات القرى اللي هجرت 48. عم أبو يوسف، يعني إحنا أمام هالمسجد الجميل، يعني عدة مساجد جميلة في البلد. نعم. بس من أجمل المساجد أنا شفت الكبيرة هذا المسجد. نعم مسجد الفردوس هو من الفردوس. نعم يعني برضو يعني نعم. احنا جنب مسجد سميناه يعني على البلد، على اسم البلد ما شاء الله كما ترون، يعني لإله مرافقه في قاعة للتعليم وتدريس القرآن الكريم، فيها مرافق رياضية برضو، عندنا في دورات للرياضة والشباب في الكاراتيه والهاي برضو في المسجد، في الغرف الموجودة في المسجد بنستضيف أمسيات تربوية وغيرها، الحمد لله خريجين جامعات وهي بيجوا بيلقوا محاضرات على الطلبة، ومن جيل صغير الحمد لله بنستوعب دورات من الشباب من الأولاد الصغار صغار السن، يعني 5 سنين فما فوق لحد جيل الثانوية بتعلموا في دورات للأخلاق الحسنة، المعاملات، التطوع في المجتمع وفي البلد، وكل الأمور إن شاء الله اللي بتصب في بناء إنسان عصامي وإيجابي لمجتمعه، ويكون فرد فعال في مجتمعه ومش عالي على المجتمع. هاي هي الفرديس. صحيح. الفرديس بأهلها. هاي ملخص لقرية الفرديس. الحمد لله. لعم أبو يوسف ألف شكر لك. حياكم الله. غلبناك اليوم.
اهلا وسهلا. انا استمتعت بالحديث عن الفرديس. حياكم الله. باهلها الله يخليك. تسلم. وشكرا لك. تسلم. يعطيك الف عافيه. حياكم الله. يعطيك العافيه. حي الجبل حي البحر حي الكرام مع بيسان حي ثورتنا المنصوره حي هب كل الشطار. تحياتي. اليوم خلال جولتنا في قرية الفرديسي العامري احنا انتقلنا على بيت العم الحج ابن بيسان اللي قرية الفرديس احتضنته واحتضنت الكثيرين من القرى الباقي في بيت الحج ابو احمد محمد سرحان. على العافية. اهلا وسهلا فيك. كيف الصحة؟ نحمد ورضا الله يطول بعمرك. الله يبارك فيك. الحمد لله. عم ابو احمد انت من مواليد بيسان. نعم. قديش كان عمرك لما طلعت من بيسان وجيت على الفرديس؟ اول رحله، رحله المعاناه هاي. انا مواليد 24/1/1930 48 طبعا 18 سنه. ابن 18 سنه كان عمرك لما طلعت من بيسان؟ كنت مناضل. اي نعم. صار الاحتلال بيسان كما باقي القرى والمدن العربية. بيسان مدينة وليست قرية. كل معلومة للناس. عدد سكانها محيط 5000 وزيادة شوي. نعم. من مسلم ومسيحي. احنا اخوان اهل بلد كل مع بعضنا البعض كباقي الشعب العربي الفلسطيني بجميع أنحاء فلسطين. لا يفرقنا إلا الموت. فمسار الاحتلال عملوا التهجير. كان مقرر عندهم، أنا سمعت يعني بعدين أنه كان مقرر عندهم أنه ما يخلوا أي ساكن في بيسان، أي عربي. بادر انه احنا، انا سمعت عنك كثير وحاولت اتواصل معك وما عرفتش اصلك. هي اسا وصلتك من الفرديس. اهلا وسهلا فيك. الله يحييك ويبارك فيك والشرف اللي استقبلك. الله يخليك. نتعرف ونكون اصدقاء كمان. ايه؟ مش مجرد لقاء. طبعا بيشرفني. بعد التهجير من بيسان هم هي خلينا نقول ان هجرونا على 3 مرات. سلموا سلاح اللي موجود مهما كان، ما جرحش واحد، وفعلا ما جرحوا واحد. تسلم السلاح، كل واحد عنده أي قطعة. مني أنا واحد كان عندي قطعة سلاح، وكنت من عضل أطلع دوريات بالليل. شاب بن 18 سنة طبعا. حق أميت طبعا. بعدها بأسبوعين جابونا مؤن زيت سكر طحين على أساس طمنونا من طلع عايشين. فجأة فيش خلال أسبوعين ممنوع حد يستنى هون، يلا هاي للأردن، هاد للناصري، هاد لنابلس، وين بده اللي بده، كل واحد على طول ممنوع حد يستنى. وهيك هجروا وفضوا بيسان. يا راسك ارفعوا عالدار بابنك ادفعوا وعن غايته لا تمنعوا. انا اصل ابوي من قرية اللبن الشرقية قضاء نابلس. بعد الساوية بطريق لرام الله. أي نعم. ولكن سكن بسام العشرينات. قال لا بدنا نروح على الناصري أقرب وأسهل، لعله بيقولوا بدنا نرجع. وما رجعنا. لعله. صرنا الناصري، كان عند إخوالي، إخوالي أهل أصل أم من الرينة من العثامنة. عثامنة. بشهر آب لما سقطت الناصري أنا كنت على الخانوق في الناصر فوق منطقة الشمالية طبعا، العراق تبع جيش الركاض. قالوا هاي جيش عراقي وبده يسترجع صفوري، ما احتلوا قبل بليلة صفوري. طبعا راحت الدبابات هاي اللي سموها الدبابات تبع جيش الركاض، هرب جيش الركاض، ما هو اسمه الركاض، نفذوا كلهم. انا اختصار من عرابي للبقيعة لكفر برعم لبنت جبيل، من بنت جبيل كملت للشام. أنا عشت بالشام 3 سنين، وهاي الصورة
وهذيك الصورة هاي الثلاثة هذول اللي هون أنا بالوسط. أي نعم. هاي الصورة في الشام. بالشام هذول أشقاء هم اثنين ومن بيشان التقينا هناك. وهاي آخر صورة صورنا ذكرى لبعضنا البعض إنه نتذكر بعض. قعدت حوالي 3 سنين استنيت في الشام. الشام 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 الله حي الشام أهل الشام حي حي سوريا من القيادة إلى الشعب. صار مقابلة مع بعض الأقارب لأم من الريني إنه أنت أهلك حزنين عليك، أنت ميت، أنت 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 شو رايك نعمل لك طريقة ترجع؟ لم شمل بدون لم شمل ترجع تهري. نرجع رجع مهرب تهريب طبعا رجع طيب قالوا أعطوني هوية بستنى فيش هوية أنا بدي أرجع عشان بعد 3 شهور متخبي في الدار عند مع أهلي. أنا الحق علي اللي تأخرت عندكم 3 أشهر يعني صرت ألوم بيهم ويساوي ضغط وخلص شفتوني أنا مبسوط أرجع عشام أنا مبسوط أرجع للشام. قلت يا ولد ليش ترجع ماشي ميل عن مسكوبية كف كفين بضربوك وحطوك في هالسيارة بزتوك على الشريعة على نهر الأردن إلا أنت هناك وتنزل راكب معلش من أربد على الشام وانتهى الأمر. المسؤول هناك اسمه جميل خوري حمل الملف وقال تعال معي عند عكيفة الحاكم العسكري في الناصر. وقفت في الزاوية هناك قدم عليها على المكتب ويحكي ويا برب رب 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 أنا طلطميس لعارف جمعة من الخميس بعرف شو غثاني طلطميس لعارف من الجمعة من الخميس يعني ما بعرف اللغة العبرية اللي كان يحكي بيها. أي نعم. طلع ولا سمعت منهم من الاثنين هذا ولا آخر عكيب هذا قال له زيها كل أخذت كلمة زيها كل زي الكل اتحلوا من هون للشريعة. هاي دخلت في راسي هيك شو عرفني بالعبر شو يعني زيها كل يعني فكرت إنه زي الكل اتحلوا قلت نزلت دموع زيها كل من الكل لا بعيط لا انتبه تبكي من الفرحة أنا فرحة هاي أنا عارف شو بتحكوا أنتو أنا من الخوف بعيط. لف هالملف تعال معاي نزل على المكتب كتب هالورقة ختمها مشيها تفضل روح تصور وجيب صور جيب الصور مختومات من المقحار بتأخذ هوية نأخذ هوية ثاني ورقة خلص أنت ما عليك يبكي أنا مشيت الورقة في الشارع أشكر خبر مش العدال ما حدا يشوفني على أساس إنه ما يمسكنا البوليس خلص اللي يمسكنا إياه معي هوية بهاي الورقة مخطوبة كهوية يعني على كل حال يعني صورت وختمناها ورجعت أهلي كانت حياة أمي أنا ماتت في بيسان 31/12/46 يعني قبل الهجرة الله يرحمها الله يعيش ظل أبوي ولا خياتي وشو رجعت؟ قلت له هاي ورقة لا أنا هوية وهاي صور روحي ختموا لي إياها هويتي ضبيها خبيها بشي حي بدهم يحرقوه. عم أبو أحمد أنا شايف يعني هون في لوحات وتكريم لإلك وأنا كنت في التكريم هاوي صور الشام باللغة العربية الخط الرقعة والكوف القديم أنت خطيط خطيط هيا تعال تفضل الأوضة الثانية فيها في خط هاي من خطي هاي خطي هذا خطك هذا خطي إيش مكتوب هناك يعني أنا والله شايف هذا المجسم من جنب لا والله ها أبو عم اقرأ من اليمين الأربع جهات هي ولا غالبة إلا الله ولا غالبة إلا الله ولا غالبة إلا الله ولا غالبة إلا الله مع الرسم التربعات هاي في الوسط بيسان خطة هاي لا مش خطة أجتنا هذه من الشمال الجليل يعني من كوكب أبو الهيجة من كوكب أبو الهيجة هون طبعاً هاي لا هاي من شغلي الأعلام على رأسي ظل مرفوع إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله يظل مرفوع عالي طبعاً راح يظل مرفوع هذا خطي بحجر الفسيفساء هذا خطك بحجر الفسيفساء هذا خطي بحجر الفسيفساء
الحمد لله. الحمد لله الأربع جهات. الحمد لله. مع الرسم. هاي عرفت مع الرسم والفن هذا شيء كمان. يعني الواحد بيتعود. وهاي طلعت عليها من يحضر وجهك طلع عليها إيش هي الكبيرة؟ لا إله إلا الله. لا إله. لا إله إلا الله محمد رسول الله اتجاه المعاكس. أيوة. اطويها طيتين يعني على بعضها البعض من الشمال لليمين اليمين للشمال. وقل ربي. وقل ربي. إني زدني علما. زدني علما. نعم. وزادك علم بلا حدود. نحمد الله. وكتبات كثير ثانية آيات كثير عن حاليا أنا بطرش. كمان. كمان. هي آيات يعني قراني يعني اليوم لما جيت أنت لما جيت أنا كنت عم بضبب روشك في عكماش. تطريز فلسطيني. تطريز فلسطيني جميل. تطريز فلسطيني بس كتابات. أحاول كتابة. أحاول الآيات القرآنية. أتمنى أجمل ما يكون إن نحافظ على هذا الموروث الشعب الحقيقي. ما هو عرفت يعني ممكن تفلم. يعني 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 تاريخ حافل. بالإضافة من هذا التاريخ اللي حامله الجميل أنت فنان في الكتابة. وفي التركيب في الفسيفساء. الله يطول بعمرك عم بحمد. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله. الحمد لله. وضلك تعطي. الحمد لله. هذا رضا من الله سبحانه وتعالى يعني. أنا ما بعرف لكم مقاهي ولا 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 ولا. أنا إنسان. كل طب أقعد مع مين؟ أقعد فلان راح فلان أجا فلان سرق فلان ضرب فلان زنت فلان هذيك. أنا قاعد هون بكتب. بصلح من هذا صعب أدور بعد ما جبت الحجار في سفيسة وما عندي هياتهم موجودين ووزعت جميل. للجوامع بعدين لقيت إنه كمان مغلرة قعدت صرت أطرش. أنت تاريخ البلاد عم بحمد. ألف شكر إليك. العفو. أهلا وسهلا في بيتك العامر الحلو. ويعني كان ممكن نتحدث معك ساعات لا يمل. ألف شكر عم بحمد. يطول بعمرك. الله يحييك. الله يحييك ويخلي الأحفاد. الحمد لله رب العالمين. بارك الله فيك. أشهد هاي الألف هون والنون هون. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. وهيك بنكون أنهينا جولتنا الجميلة في هاي القرية، قرية الفرديس العامري بأهلها. وإلى اللقاء في مكان آخر في الوطن.